عاجبك حال بلدنا يا استاذ رمضان؟ انت هتقول لي لاني صوتي اتنبح. طيب انت كاستاذ وعالم وخيرك على البلد كلها مش لازم برضو يكون لك وقفتك؟ ما توصيش حزين على بكاه يا حاج فكري. احنا كنا سمعنا يعني انك عندك مشروع وكلمت فيه اهل البلد في الجامع. ادينا بندم في مدنا ولا حد سامعني. يعني سمعت واخواتي كلهم دول مطرطقين ودانهم معاك، ومشروعك ده هو مشروعنا كلنا. تتكلم جد يا حاج فكري؟ امال يعني جايب اخواتي هنا يا استاذ رمضان عشان اضحك معاك؟ وايه اللي فكرك بالمشروع اذ فجأة كده؟ احنا متابعينك وموافقين على مشروعك من اول يوم، بس للاسف اخونا طلبه كان واقف ضد المشروع. طلبه بيه هو اللي واقف ضد المشروع؟ ايوه يا استاذ رمضان. طب لو مؤاخذه يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ احنا جايين لك يا استاذ رمضان عشان تحط ايدك في ايدنا وتبقى صوتنا اللي يعبر عن كل البلد. قلت ايه؟ والله من حيث المبدا مفيش مشكله، بس سيبونا نفكر. اتفضل. لحظه واحده استنى اهديني، يعني واضح انني بفكر في المصيبه اللي جيت قلتها لي ده. ايه تعالي لي يا بطه. واني مريم. شيلي لي الشنطه. واني مريم. أعوذ بالله من غضب الله. عاوزة ايه يا بنت؟ أنا آسفة يابا، عايزاك في كلمتين. كلمتين؟ والكلمتين دول ما يتأجلوش للصبح، واحد خمد والصباح رباح. يابا عايزاك في كلمتين يابا، وأنت عارفهم كويس. أيوه، موال كل يوم. حاضر، أنا هنزل دلوقتي أمشي في الشارع وفي الحواري وأدور على عرسان وأكبدهم من قفاهم وأجيبهم لك لحد عندك، ما حدش طلبك يا بنت. وهم هيضروا بيا ازاي ولا هيشوفوني ازاي عشان يجولي يابا؟ ما انا مرزوعه في الدوار 24 ساعه. بقول لك ايه، انا هسيبك، انا هطردك من البيت، تمشي في الشوارع وكله. انا عشان ارتاح، عاوز ارتاح. يعني امتلك كده في الكفر ولا اروح السوق بقى اجيب لي عريس من هناك يابا؟ امال انت عاوزه ايه يا بيت؟ ايه اللي مطلوب مني؟ هو انت مش العمده؟ ما تشغلني يابا. خلاص خلاص هشغلك من بكره، هدور لك على شغلاني. سيبيني بقى اتسمم اكل لقمه، انا مش عارف اكل لقمه ببيتي يا ناس. أولجا حبيبتي أولجا، بنتي أولجا، راحت فين؟ أولجا 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 أولجا، فوق يا أولجا. مالك يا بنت؟ يخرب بيتك تودينا في داهية. قومي. مش قادر تقف يا مالك. مالك يا أولجا، في إيه؟ ما أنت كنت زي الفل. أنا لازم أروح دكتور. حاضر حاضر أولجا. أرجوك يا بيت، أنا تعبانة قوي. حاضر هكلم دكتور يجي يا أولجا. حاضر قومي قومي على السرير بينا. مالك قلقانة كده ليه؟ ألف مبروك المدام حامل. نعم حامل. إيه أنت مش مبسوط ولا إيه؟ لا. يلزمها الراحة التامة، حالتها الصحية يعني مش مظبوطة شوية، في شوية أنيميا. مالك مخضوض كده ليه؟ لا مفيش حاجة، أنا بس ما كناش متفقين عليه دلوقتي يعني. لإرادة ربنا بقى. اتفضل. ألف مبروك. انت على فكره بتخش في تفاصيل دقيقه جدا. ده مش برنامج، ده رساله دكتوراه. اعمل ايه يا طلبه بيه؟ قصه حياه حضرتك مليانه بمعاني حقيقيه كبيره جدا. انا شايفه انها تجربه لو اي شاب في الدنيا سمعها هيستفيد منها واكيد هتاثر على حياته. لا 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 لا، هو بس عشان انت متحمسالي يعني زي ما نزوم. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا عند المرحله الجامعيه لما حضرتك كنت بتسافر بره علشان تجيب فلوس وتوفر مصاريف الكتب. أيوة. والهدوم. ايوه، هو انا ايام عبد الناصر كان السفر مساله صعبه جدا وتكاد تكون مريبه.
يعني في هواجس كده. انما بعد ما جه السادات بقى الله يرحمه فتح على البحر. فانا كان ليا اصحاب في اليونان بعتوا لي يعني قالوا لي مجنة وبتاع. فانا جمعت بقى قرش من هنا وثلاثه ساغ من هنا الشوات لحد ما جمعت مبلغ وسافرت بيه واشتغلت كل حاجه. اشتغلت في محطه بنزين وفي مزارع العنب واشتغلت في غسيل الاطباق في الفنادق والمطاعم. انا حريف محترف قلت والله محترف اطباق. شغلانات كتير قوي تقريبا مفيش حاجه ما اشتغلتش فيها. بس بيني وبينك السفرية دي فادتني كتير قوي لان عرفت منها قد ايه هم متقدمين عننا. في نفس الوقت اكتشفت ان في حاجات عندنا مش عندهم. الاخلاق هم يعني حكايه الاخلاق دي مش في دماغهم شويه. أهلاً أهلاً يا مشير. أهلاً مدام مشير مراتي. مدام شهير صحفية شهيرة زي اسمها. إزاي حضرتك يا فندم؟ فرصة سعيدة جدا. أنا أسعد. أهلاً وسهلاً. طب عن إذنك يا طلبابي أستأذن. ليه؟ لا 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 أنا عايزاكوا تكملوا اللي كنت بتعملوه. لا حضرتك أنا خدت أكتر من وقت مع طول ما بيت. عن إذن حضرتك. اتفضلي. عن إذنك. سلام. الحكاية بقى. حكاية إيه؟ الصحفية الشهيرة. إيه يا مشير؟ هو أنا أول مرة أعمل حديث صحفي. هي هنا من إمتى؟ بقى لها حوالي ربع ساعة كده. ياه دي شاطرة. ربع ساعة خلصت كل اللي كانت بتعمله؟ مشيرة بلاش تفكري بالطريقة دي. احنا بقيناش صغيرين على كده. ها ايه المفاجأة الحلوة دي بقى؟ مش لو كانت مفاجأة حلوة؟ ايوه هي حلوة فعلا. انا لقيت الحل يا طلبة. حل الايه؟ لمشاكلنا. احنا ما عندناش مشاكل يا مشير. خلاص يا سيدي لمشكلتي. طيب أمريني. انت بتحبني يا طلبه؟ الحقيقه لا. ايه يا مشيره بعد 20 سنه جواز جاي تساليني السؤال ده؟ بتثق فيا؟ اوه انت ايه فيكي ايه النهارده يا مشيره؟ طب يا حبيبي يرضيك يعني ان انا اتبهدل او اخواتك يعني يبهدلوني بعد الشر بعد الشان يعني لو جرى لك حاجه ما تزعلش من كلامي. ربنا يجعل يومي قبل يومك. ولزومه ايه الكلام ده بقى على الصبح؟ خلينا نتكلم فيه وهو كلام بدل ما يبقى حقيقه وما نعرفش نواجهها. طيب انت عاوزاني اعمل ايه دلوقتي؟ تكتب لي كل حاجه تملكها بيعها وشرها. حته ورقه دافع بيها عن نفسي.